لا يفوتني أن أشكر اللواء بهاء العزاوي على ما قدمه من جهود كبيرة ومضنية لإعادة تأهيل شرطة محافظة نينوى، لإعادة تأهيلها وإعادة ترتيب الوضع ما بين المنتسبين وما بين وزارة الداخلية. حقيقة يمتلك علاقات كبيرة وجيدة تخدم أبناء محافظة نينوى، ولكن كما تعرفون اليوم مجلس المحافظة كان له الصوت وله الصلاحية في تغيير أو اختيار من يشاء، لأن باعتبار أنه المدير الجديد هو من أبناء محافظة نينوى ويمتلك خلفية عسكرية جيدة، هو رئيس أركان الفرقة 15 الذي يخوض القتال والمعارك في قاطع عمليات مخمور، عمليات تحرير نينوى في مخمور. كل هذا تم في جو ديمقراطي مقبول، وبالتالي نحن اليوم أمام استحقاق، والقانون قانون مجالس المحافظات يحق للمجلس انتخاب المناصب العليا، الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب من حق دستوريا وقانونيا من حق مجلس المحافظات.